منها لمن؟ الفحان. فحان السباعي. يستاهل فحان السباعي 50 نقطة. أشكر. أشكر. أولاً الله يبيض وجيهكم وما قصرتوا، 50 نقطة هذه تعني لي شيء الكثير، وبنشوف بإذن الله تفاعلكم اليوم في الحصانة بإذن الله. إن شاء الله الله يوفقك. اللهم آمين. يعني أنت إن شاء الله توعدهم بالحصانة الليل؟ والله إن شاء الله بإذن الله، ما ارتكيت عليهم لأنهم قد الحمل. وأخوياك اللي معك الباقيين. وأخوياي اللي معي يستاهلون كل المنطقة، كل يبون هنا حصن أن تنافس. إيه. يعني أنت تصرح أن الحصانة لك اليوم؟ لا ماني بصرح، أنا لي ثقة. صرح يا مال الشحم. شوف أنا. صرح يا بحر. لا اسمع اسمع اللي معي. لو ان حاتم ما شل الحصانه منها يعني بياخذها حاتم؟ حاتم ولا ثقه من جمهوره؟ لو توقف انت وحاتم ما توقع بياخذها؟ كلنا. لا ما في كلنا، واحد بياخذها. ها واحد بياخذها. هاي لو وقفت انا اياها عاد هذا شيء ثاني. اوه لكن هو مستانس ما منعي مني حاتم الحربي يقول ان فحان مستانس اني ما وقف جنبه في الحصانه. شوف هذا شيء صريح. اسمعني قول للأهل اليوم أنا أكتب عليك أني ما متخوف من برايم ذا، أنا متخوف منه، ولكن كلي ثقة في الجمهور أنهم إن شاء الله بإذن الله بيهدوني الحصانة، وإن جاني حاتم ولا غيره الأسبوع الجاي لكل حاجة حديث. الله يوفقك إن شاء الله. أنا بجي سناك على الهدف. استر حسنيتو. أهلين أخت نورة من نجران، السلام عليكم. عليكم السلام.